نتالي ياغي صارت معي مشاهدينا واليوم موضوعنا عن المطبخ الدنماركي لنشوف نتالي شو محضرت لنا صباح الخير نتالي صباح الخير ستيفاني ماشي الحال انت كيف انا كثير منيحه اكيد ما بدنا ننسى كمان اليوم العالمي للسكري نعم. واسبوع الجاي رح خصص نهار الاربعاء اكيد لتغذيه الاشخاص اللي عندهم سكري اكيد وهيدي شغله كثير مهمه لانه صار مرض السكري شائع كثير وفي كثير اشخاص يمكن ما بيعرفوا كيف يتعاملوا معه خاصه من الناحيه الغذائيه، فاذا اربع عجين الله راد موضوع عن تغذيه الاشخاص اللي مصابين بالسكري. قبل ما نبلش موضوع مطبخ الدنماركي بدنا نعطي نتيجه المسابقه اللي بقيت اسبوعين هالمره، وبهالمسابقه في هيك تريك صغير كان او كان السؤال كان كثير سهل بس الموضوع اللي كان محطوط على الفيسبوك بيج كان فيه تريك في كثير اشخاص وقعوا بالفخ. السؤال كان مين من هالمأكولات افضل انه ما ناخده للوقايه من مشكله سرطان الثدي. الجمله اللي كانت محطوطه على الفيسبوك كانت العكس سو شو هن المأكولات اللي لازم ناخذها تنتجنب سرطان الثدي؟ اكيد كان في جوابين مضبوطين هن الجزر والبروكولي واكيد الاشخاص اللي انسحبت القرعه يعني اسمهم انسحب كانوا من هالاشخاص اللي مجاوبين على الجزر وعلى البروكولي سو منا الكول، الكول بالعكس ما لازم ناخذها تنعمل وقتها سألتيني هذا السؤال مزبوط. وانا جاوبتك كان كثير سهل ولكن كان في تريك صغير كان في هيك سو الرابحة معنا هي جويس الخوري عدايمي اكيد ربحت فاوتشر من عند نيتشر ات هوم اللي هن اورجانيك ديستريبيوترز اون ذا ويب. السؤال الجديد هو عن اكيد ما اذا فينا نشوف صفحة الفيسبوك هلا السؤال الجديد هو عن نحت او الكارفينج على الخضرة شو مصدره يا هل ترى هو تايلاند او الدنمارك هلا بنشوف اذا في شيء ممكن انه نساعد المشاهدين بحلقه اليوم. مثل كل جمعه اكيد انا بزور بلد اكيد من الناحيه الغذائيه والمطبخ مطبخ البلد اخترت لليوم مطبخ الدنمارك. مطبخ الدنمارك هو اكيد دنمارك بس تنحط وينه على الخارطه موجود بشمال اوروبا. والتغذية تبعوا هالبلد أكيد خصائصها بتشبه كتير بلدين هالمنطقة هاي من أهم الأشياء اللي مهم أنه نعرفها بالدنمارك أنه الدنوا أو الأشخاص اللي عايشين بهالبلد هيدا بيتروقوا ترويقة كتير خفيفة بيتغدوا هلأ رح نشوف شو والوجبة الأساسية هي العشاء من أهم هذا الشيء أنت ما بتحبزيه هني عشيهن عادة بكير يعني early dinner ستة حسب بس يخلصوا شغلهم بيتعشوا يعني الوجبة الأساسية هي بهالوقت هيدا ورح نشوف إنه ببعض الأحيان في إلها إيجابياتها هالشغلة مثل ما رح نشوف هلا بالحلقة من أهم الستيبل فودز أو المأكولات اللي أكثر شيء تستهلك بهالبلد هيدا هي نوع معين من الخبز اللي نحن يمكن منا كتير معودين عليه اللي هو الراي بريد أو خبز الجودر وهالنوع من الخبز عادة بيتخمر أكثر من الخبز العادي يعني فيه طعمة حموضة وبنفس الوقت هالسريال أو هالنوع من الحبوب اللي بينصنع منه الخبز بينخلط هالراي بأكيد طحين قمح في ليفلز او كميات مختلفه من الطحين الراي او طحين الجودر اللي بينخلط اكيد مع طحين القمح واكيد بيعطينا خبز يعني خاص فيه طعمه خاصه فيه شوي حامض هلا فيها افانتاج هالشغله تنعرف شغله انه عاده الحبوب خاصه اذا كانت كامله بتخفف من امتصاص بعض انواع من المعادن منها الحديد وقت اللي بنخمر هالنوع من الطحين
بيصير امتصاص الحديد من هالنوع من الحبوب افضل. سو هالتخميره هي مهمه جدا، وهن هيدا النوع الخبز بيتناولوه بهالمنطقه من اوروبا وخاصه بالدنمارك. بس بيتناولوا هالنوع من الخبز، يعني ما عندهم غير انواع اكيد نعم. خبز، ولكن هيدا هو الخبز التقليدي عندهم اللي بعدهم لهلا بيتناولوه. كمان في نوع ثاني من الخبز اللي هو اسمه بامبرنيكل، هو اكثر بلش بالمانيا يمكن، ولكن هيدا خبز الراي او خبز الجودر، ولكن ما فيه طحين قمح ابدا، يعني منيح للجلوتين فري. منه جلوتين فري. هيدي نقطة منيح انه حكينا عنها. هيدا النوع من الخبز منه جلوتين فري، بيحتوي على الجليادين، بيحتوي على مادة تانية شبيهة بالجليادين، واخف فيه جلوتين اقل من الطحين القمح، ولكن بضل فيه اكيد نسبة معينة من الجلوتين. كنت عم اقول لك بالاول انه بالدنمارك مهم كثير العشاء، ومن عوايد الأشخاص بهالبلد هيدا هو إنه يطبخوا مع أولادهم ويعلموا أولادهم الطبخ، وعادة الأم والبي بيطبخوا. صح مزبوط، الأم والبي بيطبخوا سوا بالبيت، يعني مش بس الأم تطبخ. دونك بتأمل إنه المشاهدين بركي يتشجعوا أكثر يطبخوا الرجال أكيد إذا كانوا عم بيحضرونا، والسيدات بركي يشجعوا رجالهم لا يعملوا هالشي. هيدا الأم والبي بيطبخوا وبيشاركوا أولادهم بالطبخ، وهيدي أنا بعتقد من أهم العادات اللي عادة ممكن إنه ننقلها للولاد، لأنه الولد اللي بيعرف يطبخ بيحب يأكل وبيعرف شو بده يأكل، بيسموها ما بعرف إذا عم بلفظها مزبوط هايج، يعني أو هيجي ما بعرف، يعني ويل بينج، يعني هيدي طريقة إنه بيجتمعوا كلهم على الطاولة وبيطبخوا كلهم سوا. هيدي نقطة كتير إيجابية بالمطبخ الدنماركي. عم نحاول نحكي دانيش. من الستيبل فودز بالدنمارك هي الأوبن ساندويتش. كنا عم نحكي عن خبز الراي بريد. الراي بريد عادة كنا عم نقول انه الغداء خفيف. والغداء عادة شو هو؟ اوبن ساندويتش، خبزة وفي اوقات لحمة مجففة، في خضرة، في أنواع جبنة بيكلوها مع خضرة مع سلطة. دونك هيدا هو عادة الغداء تبعهم اللي هو open sandwich، وهيدي شغلة مفيدة لأنه نحن وقت اللي بناكل خبز بنكتر خبز ونحط شيء بسيط بقلب الساندويتش. نحن العكس، نتغدى ومنتعشى ساندويتشز. صح، يعني بلبنان أكتر أكترية الناس. مزبوط. سو هيدي مختلفة عندهم أكيد. الأوبن ساندويتش منشوف شو عم ناكل كمان، بحطوا بيض، بحطوا خس، بحطوا بندورة، بحطوا أنواع من الخضرة يمكن نحن مش كتير معودين إنه ناخدها، مثل الأسبرج، مثل بيعملوا نوع من خضرة مبروشة فريكاسي بيسموها. بيستعملوا كتير الشمندر، بيستعملوا كتير البطاطا. البطاطا هي كمان بالساندويتش بيحطوها كسلطة حد اللحمة مثلا. هون عم نشوف نوع من اللحمة المفرومة اللي كتير موجودة، يعني ما فينا فريكادلر، ما فينا نروح على دنمارك وما نشوف هالنوع من الأكلة. عادة البهارات اللي موجودة بهالنوع من الطبق بيستعملوا كتير بهارات جاية من أكيد من بلاد أزياتيك أكتر. صح. اللي هي القرفة، البهار الأسود، والكبش القرنفل. هيدي هي إذا بدك خلطة اللي بيستعملوها كتير بالمقاني الموجودة بالسوسجز وباللحوم المدخنة والمجففة. كنت بدي أسألك عن السوسجز، بالدنمارك في كتير 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 أكيد. سوسجز. صح. وهذا الشيء منيح؟ هلا عادة السوسجز مدهنين، يعني نحن وقت اللي نقول سوسجز بنقول لحمة مدهنة كتير. صحيح مدهنة كتير، كلها دهون يعني. كلها دهون. ولكن إذا بس نرجع شوي على مصدر هالمطبخ هيدا، هو كانوا ما كان عندهم يمكن إمكانية إنه يحفظوا اللحمة، مشان هيك بيضطروا السوسجز عادة بجففون، وبالتالي بيصيروا يداينوا أكتر، مشان هيك بيستهلكوا هالأنواع من اللحوم. بس لازم نعرف شغلة كمان، انه بالدنمارك بيستعملوا بياكلوا سمك كتير، يعني بياكلوا سمك الكود اللي بيسلقوه بيعملوا بوتشينج، يعني ما بينقلها السمك، بيحطوا معه بطاطا اللي هي اكيد مصدر مهم كمان
للنشويات وللفيتامين سي. بيستعملوا كتير كمان السمك المقدد الأغان أو الهيرينج. هلأ صحيح فيه كتير ملح، ولكن عادة بيحطوا شقفة كتير صغيرة، شقفة صغيرة بيحطوا بالساندويتشز، مزبوط بيحطوا بالساندويتشز تبعهم. دونك هيدي هي الأطباق اللي ممكن أنه نلاقيها بالمطبخ الدنماركي. لقيت كمان معلومة كتير مهضومة عن المتبلات اللي تستعمل بالدنمارك، هي الثوم البري. ستيفاني، الثوم البري بيختلف عن الثوم اللي نحن بنعرفه. والثوم البري الورق تبعه بيتاكل، بينعمل وبيستعمل كمان بالبيستو. طعمته شو؟ طعمته قريبة على السيبولات بالضبط. هلأ في بعض المحلات بيبيعوا منه بلبنان، أنا شايفة منه وضايقته وطبخة فيه. طعمته بين الثوم والبصل الأخضر، طعمته كتير مميزة. وفوائد أكيد الثوم ما بقى في لزوم نحكي عنها. في كتار بيفكروا أنه السيبولات هو نوع من البصل، ولكن هو نوع من الثوم. صح، هو أصلاً هني من نفس العائلة. نعم. يعني هني بنفس العائلة إذا بدنا نحكي عن الخضار مصدرها، وهيدي نقطة كتير أساسية. ما أعرف قدي بعد عنا وقت، ولكن بيهمني أنه فرج المشاهدين هالنوع من الترويقة اللي ممكن أنه تتواجد بالدنمارك، اللي هي نوع من اللبن اسمه إيمر. أوكي، هو لبن. أكيد نحن نعرف أنه اللبن بنحط له بكتيريا اللي هي بها اللاكتوباسيلس عادة، وبيخمر. يعني السكر اللي موجود بالحليب بيصير لبن، ولكن الميزة بها النوع من اللبن هو أنه بيستعملوا حليب خالي من الدسم، وبيروبوا الحليب خالي من الدسم، وبيعملوا منه أكيد هالنوع من اللبن اللي هو نسبة الدسم فيه أقل ونسبة البروتينات فيه أعلى من بقية أنواع من اللبن. دونك هيدي ميزة مهمة. وبيأكلوا مع، بنرجع عن جديد، خبز الراي بريد أو بودرة الراي اللي هي فيها كتير ألياف. من فوائد هالنوع من السيريال أو هالنوع من الحبوب هو أنه بيحتوي على ألياف كتيرة. صح، وأكيد نحن بهمنا أنه نزيد نسبة الألياف، وخاصة السوليوبل فايبرز اللي هلأ بما أنه اليوم العالمي للسكري، مهم أنه الأشخاص اللي عندهم سكري أنه يعلوا هالنسبة من الألياف اللي هي السوليوبل فايبرز. سو الراي بريد أو خبز الجودر أكيد مفيد، حتى هني كنوع من حبوب بتنزيد مثل الكورن فليكس، مثل يعني مثل المويسلي. بدل ما نحط شوفان مويسلي، فينا أكيد نحط هالنوع من الحبوب واللي هو فيه كتير أكيد فوائد. ناتالي، صورة الكومبيتيشن صارت ريدي، إذا بدك نشوفها سوا. لكن خلينا نرجع نعيد، شو كان السؤال لليوم للمسابقة الأسبوع الجاي؟ شو مصدر الفيجيتابل كارفينج أو الحفر بالخضرة؟ يا هل ترى هو الدنمارك أو تايلاند؟ دونك هيدي لأسبوع الجاي، وأكيد نهار الجمعة بنعلن عن الرابح أو الرابحة. وأنت بنرجع بنشوفك بكرة. نقل راد بكرة. مشاهدينا رح ناخد سوا وقفة، وبعدين بتكونوا مع أي ويتنس.